ازيكم يا جيش برج الدلو؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو الاحد 25 ابريل: لا تقحم عواطفك في العمل، وتعامل مع زملائك بشكل متحضر. شريك حياتك يحبك كثيرا، فلا تجعل خوفك الشديد عليه يؤثر العلاقة بينكما. تحدث معه بصراحة بحقيقة مشاعرك كي يتفهم لحظات غضبك. عاطفيا، إذا أحببت شريك حياتك فستجد أن الشخص الأجمل في العالم على الإطلاق، فالحب يولد الجمال. كما أن الملامح الجميلة تتغير بمرور الزمن، لكن ما يبقى في الإنسان هو الروح الصافية والجميلة. مهنيا، لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية حلم جديد. وإذا كنت قلقا بشأن موضوع ما، عليك أن تستشير أسرتك وتستمتع إليهم، ومن هنا يمكن تحديد الخطوة التالية. صحيا، لا تبحث في الوقت الحالي عن أي مشاكل صحية، بل حاول قدر استطاعتك أن تضبط جسدك وتحاول الحفاظ على سلامته بكل الوسائل الممكنة، وتجنب تقلبات الجو. توقعات برج الدلو للرجل: تبدو أكثر انشراحاً، ولا سيما في الفترة المسائية. تميل إلى المشاركة والتعاون وتتبادل المنافع. حاول أن تقوم بأي شيء يحرك حياتك ويدفعها إلى الأمام. أنت تحتاج إلى التقدم في المرحلة الحالية من حياتك، وأن تطور من نفسك. توقعات برج الدلو للمرأة: ربما حان الوقت لجلسة طويلة لإعادة تقييم حياتك. فكري جيدا وخذي قرارات جدية ومفيدة، قرارات حقيقية ذات تأثير ملموس. كوني خفيفة ولطيفة على القلوب، خاصة في التجمعات الكبيرة، واصنعي لنفسك هالة من الغموض تجعل الجميع راغبين في التقرب منك. صحيا، استسلمي كليا للرياضة بدل الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها كبيرة والتانية العكس تماماً.